مرحبا عمو. اهلا. شلون العيد؟ الحمد لله. ايش مختلف هذا العيد على العيد؟ هلا في ضرب ويعني ما فرحنا بالعيد كتير. هداك العيد كان احلى ويعني ما هالعيد ما يعني ما حسينا فيه كتير. هداك العيد فرحنا مع ولاد خالتي ومع ولاد خالي. هلا ما في حدا. في حدا من رفقاتك الاولاد ما شفتيهم هذا العيد؟ لا هداك العيد شفتهم كلهم. هلا ما شفت حدا. فرحانة بهذا العيد؟ ما كتير. ما كتير. ايش اللي بيختلف؟ هداك العيد ما في شيء يعني ما في ضرب وما في فرحان. هداك العيد ما في شيء يعني ما في مثل هالضرب. هذا العيد كتير كتير في ضرب وصرنا نخاف يعني ما تهنينا بهالعيد. طيب كلمة بتقوليها لأطفال العالم؟ بهنيهم بالفرح، بتمنى لهم يعني الفرح.